قليل عايز تنام ولا ايه؟ ايه؟ عايز تنام؟ لا والله اسلم، لا مش عارف حاجه في جت يعني. شوف عشان مسكت سمير كمونه ولما عطس المره اللي فاتت ده بيقعد بيعطس هو تمام. في يا رجاله الاستوديو ده ماله؟ سمير قاعد جنبي انا اتفاجئ. ماشي بس ما تقولوش كورونا يعني انت انا اتخضيت، انا كنت اقوم امشي وربنا كنت اقوم امشي. ده انت ما شفتش اصلا تحت؟ الله يعني الله يشفيك يا سمير، ربنا يشفيك ويشفي. هو ما عندوش حاجه الراجل سليم. ده الكحه اللي كحها دي اقسم، العطسه دي اقسم بالله انا اترعبت. انا بتكلم وزعلان والسكر كان عالي عليا، وانتوا ساعتها عمالين تجيبوا لي كركديه وبتاع قبل الحلقه، وده قام جاي كح هي ناقصه وسكر عالي وكورونا. الراجل زي الفل. الف سلامه عليك يا سمر كابتن. ده جه بعديها. ايوه ماشي يا كابتن رضا، الناس هتفتكر ان هو عنده كورونا بجد. لا لا لا، ما عندوش كورونا، هو عنده الراجل. طيب خليه